علمتم من كثيرين من العمال وعلى رأسهم عرفات أن المتهم سيء الخلق ومشاغب خطر، ولقد طرد من العمل وأصبح عاطلا، وأحسب أنه أراد أن يفتتح حياة الإجرام والتشرد بهذه الجريمة المنكرة. يا سعادة البيه، الجدع ده مظلوم. أنا اللي قتلت أم داود، وأنا اللي سرقت السرية. بتقول إيه يا جدع أنت؟ دي الحقيقة يا سعادة البيه، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم. وإيه اللي يثبت لنا كلامك ده؟ السرية موجودة عندي في البيت، اتفضلوا اظبطوها. لا أبدا، ما تصدقوش، ده صاحبي وعايز يفاديني. محكمة! حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة بغدادي محمد عبد الحميد بالأشغال الشاقة المؤبدة لقتله عمدا أم داود بنت إبراهيم. رفعت الجلسة. كده يا بغدادي. سامحينا يا فاطمة، يبقى خلي بالك من فاطمة يا حمادة. حاضر يا أخوي. عانتنا كتير. 15 سنة وجاي اللومان علشان 15 سنة. حلوين تعيش وتاخد غيرهم. خلونا فين كده الشيخ سلامة ازاي؟ سلامة ده مين؟ سلامة حكاز. اه وانا عاوز اطلع من السجن اللي عشان اسمعه ان كن. لا 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 ما تقلقش بس. قتلت قبلها كام يا بغداد؟ ما فيش الا دية. جايبينك تقعد معانا؟ ده انت سنة تحضيري خالص. قلقتونا يا صبايا. نام يا واد هو. واللي مش جاي له نوم يقول لي وانا نايم مؤبد. نام احسن، ده قتل 23 وبيقرمش عشان يكمل الدوزنتين. لو على ايه ننام يا اخويا. انت مالك واقفه كده ليه؟ ما تشتغل انت ليه؟ ما عندكيش مروه؟ حاضر يا ستي. بعد اذنك انا مش هقدر يا ستي اجي بكره. ليه؟ اللي واخد عقلك اجازته بكره؟ ربنا اللي عالم يا ستي. بقى اسمعي، انا مش عاجبني شغل، عايزه تغيبي بكره؟ يلا روحي طريق السلام. وعامل ايه في المعيشة يا فاطمة؟ ايه مستورة، ربنا كريم. التأبيد عمر جديد يا فاطمة، اذا كنت عايزة ورقتك انا مستعدة اديهالك يا بنت الحلال. علشان اخد غيرك يكون لي الف عام في التربة. اصيلة يا فاطمة، بس يعني انا مش عايز اقلبك. خلاص الزيارة. ان عزت اي حاجة ابقى قصدي حمادة. حمادة تعيش انت؟ مات كده يا حمادة؟ ده انا جيت هنا علشان انجيك من الموت. ابي خلي بالك من فتحية يا فاطمة، ابي خلي بالك من بنتي فتحية. لا ما فيه، لا
مش عاوز. امال جاي ليه يا سيدي؟ جاي ايوه انا جيت والله ما انا عارف انا جاي ليه. ايوه انا جاي ادور على القط سلطان مش لاقيه. مفيش قطط هنا يا سيدي. طيب بقول لك مفيش هنا قطط. طيب طيب بالله على عبيد وشطار ده هي تقطع القطط وتدفع اصحابها. ده شيء يخزي. انت قلقان يا اخويا؟ لا بس حداي مغص تعبني قوي. اصحي فاطمه تعمل لك فنجان ينسون؟ لا دي شقيانه وتعبانه طول النهار يا شيخه خليها راقدي. اخ يا ابوي اخ ليت الشباب اعود يوما. مش هنقوم ننام بقى يا اما لما نخلص يا بنت الشغل عشان نروح لابوك الصبح بدري. فهما لسه حابسينه في القفص الكبير. ايوه يا بنتي. وعشان ايه حابسينه في القفص الكبير؟ اسمته يا بنتي واسمتي. الله تصح لي يا ابو غداري. مش جايني نوم خليل، اصل بكره الزياره هشوف بنتي فتحيه ومراتي. أبختك انا ماليش حد. ليه يا اخويا انت مش متجوز؟ ما عندكش عيال؟ الجوازه دي هي اللي جابتني على اللومان. مراتي ابتدت تلعب في داني. دبحتها هي وامها وابني. مش ابني، ابني منين؟ انت فاضل لك كام سنه؟ سنه واحده.